السلام عليكم ورحمة الله إخواني المشاهدين، اليوم نقدم لكم نشارك معكم تجربتي من خلال واحد الطابليت اللي كنت تقديته البارح من سوق كسبارة المعروف طنجة، السوق الكبير اللي معروف تمايا. البارح وانا كندور كنت كنسقسي على ان طابليت بان بيجي ديال قول من 500 حتى 800 درهم، اكتشفت واحد الطابليت اللي انا نعرفكم عليه هنا في هذا الفيديو. هذا العلامة التجارية ديالو هي ايكيو، ايكيو هي لا مارك، وهنايا الموديل ديالو تي 2. ونحن نبداو المواصفات ديال هذا الجهاز، هذا كما نتمنى تبان لكم في الصوره. هذا فيه النظام داندرويد نوغا الاندرويد 7، فيه الكواد كور، فيه اوميتال، فيه سيبورت لوتيجي. هاد لوتيجي هذه خاصيه مهمه جدا حتى في لي تيليفون، هاد لوتيجي قليل اللي كتكون فيه في لي فيرسون الجداد. لوتيجي شنو هي هاد الخاصيه؟ هي انها نحاول نشرح لكم من بعد في لا فيديو باش تعرفوها مزيان، نخليوها هنايا ابارامو. وفيه سويفت كي، هذا كيجي في ثلاثه ديال الالوان كما كتشوفوا هنايا، كاين السيلفر وكاين الجولد اللي هو اللون الذهبي وكاين البلاك، انا خديته في السيلفر. كي المحتوى ديال الستوكاج ديالو اللي هو 16 ديال الجيجا، وفيه دوبل كاميرا، الكاميرا الاماميه فيها 2 ديال الميجا والكاميرا ديال الخلفيه فيها 5 ديال الميجات. عندك هنايا بعد لي سبيسيفيكاسيون، عندك 3 جي طابليت، 7 ديال الاخر في ليكرون. اذا اعزائي المشاهدين نقوم بفتح العلبه كما كيظهر هنا، نحاول نفتحوا الغطاء. هي علبه جميله، وبالنسبه للمنتوج انا جاني زوين. علاش؟ حيت على مستوى الثمن ديالو جا مناسب، تقريبا كنت خديته بالثمن ديال 700 درهم، واكد لي ان الصديق ان الثمن الجمله ديالهم هو 640 درهم. يعني الناس ديال الماركوتين غيفهموا هادشي، سي ان رابور كاليتي بري، هو جا مناسب جدا. ها نتوما كتشوفوا هذا هو الغطاء، هذا الطابليت ديالنا كما كيبان وكما كنا هضرنا، 7 ديال الاخر 3 جي دوبل كارت، هي كتبان هنايا لي كام، قلنا دوبل كام، 16 جيجا الكواد كور، لا كاباسيتي ديال لا باتري 2650 ملي امبير، الاندرويد نوغا. اسمع، طابليت جميل خفيف. كتجي مع حتى كتجي مع لا بوشيت ديالو، ها هي لا كولور ديال الطابليت. تنتهي ونركبوها للطابليت، كتجي معاه واحد الواقيه اماميه، كيجي معاه كابل ديال الشارجور او الادابتور، ها هو كيجيو معاه لي زيكوتور ديالو، الساشي ديال لاميديتي الكتيب، المانيول ديالو كما هو موضح هنايا، وشهادة الضمان. هذا فيه سنة ديال الضمان، سنة ديال لا غارونتي، ها هي. وهذه المرفقة معها لملء المعلومات. إذا هذه هي العلبة ديالنا، هذه العلبة ديال الطابليت. نحاولوا الآن نقوم بتشغيل الطابليت ديالنا. هو بدا كيشعل كما كتشوفوا، جهاز جميل انيق، حنا نتسناو باش يشعل باش نبداو بالاكتيفاسيون ديالو. يعني انا كنصح الناس اللي عندهم الناس ديال الان بي جي مويان، يعني ما بين كما قلت لكم في هذوك لي زونفيرون ديال 550 حتى 800 ولا حتى 700 ياخذوا هذا. انا لقيت بزاف ديال الاقتراحات ديال دي طابليت سون كارت، ولكن هانتوما كتشوفوا جهاز انيق جميل تفهم. اذا ها هو الجهاز ديالنا من بعد ما شغلناه، هنا كيعطيوكم كما العاده الاعدادات ديال اللغه، دونك حنايا مغرب اذا فرانكوفون، نختاروا اللغه الفرنسيه، هنا هي الفرنسيه، هيا سي لو فرونسي. دونك لا كارت ignorée c'est bon que ça va faire une donnée configurer votre app en tant qu'on navire
كونتيني هنا وكيعطيك لي كونديسيون كنتظروا بعد الشيء. اذا التوقيت كيعطيك الساعه جي ان تي زائد واحد حنايا في احنا في مارس. اذا اليوم 11 مارس الساعه 10 مهم هنا الاسم شيما و الاعدادات فمنتنو نيوري كوميم ديك الساعات هنا كيعطيك بلوطاغ على حسب الحساب الرسمي الجيميل. وهذه هي الواجهه ديال الطابلي ديالنا. هذه هي الواجهه ديال الطابلي ديالنا. وهذو هما بعض الخاصيات. ماب جي بي اس هذا كيحتوي على جي بي اس كنا فيه سويفت كي كاين شنو اخر البلاي ستور وباقي التطبيقات المهمه. اذا كما وصلت لكم في هذا الشرح كنتمنى يكون عجبكم ونتمنى ما نكونش طولت عليكم. ها هما لي سيغي ديالو اي كي اي خديته ب 700 درهم لا باتري ها هي لوني بخصني عاد نصارجيه من الاول. اذا جهاز رائع جهاز جميل بحكم تجربتي في لي طابليت وبحكم على حسب شنو هما الحويجات اللي انا بغيت. اذا ها هو الجهاز وان شاء الله في حلقه اخرى في جهاز اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.